الأنظار صوب الرد الإيراني والانتظار طال. فقد عنصر المفاجأة ويصفه مراقبون بالشكلي والسياسي بهدف الحفاظ على ماء الوجه فيما سيكون محدودا ومضبوطا. التقارير الغربية والمصادر تتحدث عن هجوم وشيك، لكن الإجماع يقول إنه سيكون مضبوطا. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت بعض تفاصيل الرد المرتقب وأفادت بأن إسرائيل تستعد لهجوم سيكون مباشرا من إيران على مواقع في جنوب أو شمال البلاد في غضون 24 ساعة إلى 48 ساعة المقبلة. مسؤولون أمريكيون تحدثوا لإعلام أمريكي عن هجوم بمئة مسيرة وعشرات الصواريخ في 24 ساعة المقبلة. وول ستريت جورنال نقلت عن مستشار في الحرس الثوري قوله إن الحرس طرح في وقت سابق من هذا الأسبوع على خامنئي عدة خيارات لضرب المصالح الإسرائيلية، من بينها هجوم مباشر على إسرائيل بصواريخ متطورة متوسطة المدى. لكن وفق حديث المستشار لوول ستريت جورنال، فإن المرشد الإيراني علي خامنئي لم يتخذ قرارا بعد بشأن الهجوم، وهو يشعر بالقلق من أن الاستهداف المباشر قد يأتي بنتائج عكسية في حال اعتراض الصواريخ ورد إسرائيل باستهداف البنية التحتية الاستراتيجية لإيران. قبل ذلك قال الأكاديمي والإصلاحي الإيراني البارز صادق زيبا كلام إن إسرائيل ستهاجم إيران بعد الانتهاء من حماس في غزة، وأنها لن تتوانى باستهداف إيران كما فعلت في غزة بحال تم استهداف أراضيها. من معتقدم كإسرائيل تكليف حماس كروشن بكون در نوار غزة. إسرائيل ستهاجم إيران بعد الانتهاء من حماس في غزة، وستفعل بإيران كما فعلته في غزة، وتلوي آذاننا لكي لا نتحرك من مكاننا، وستضرب الجسور والمصانع والبتروكيماويات ومحطات الطاقة. بالموازاة، فرضت الولايات المتحدة قيودا على حركة دبلوماسيها في إسرائيل بسبب مخاوف أمنية وفق ما أعلنت سفارتها، فيما نصحت وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وسط التهديدات الإيرانية لإسرائيل. وكذلك فعلت وزارات ألمانيا وروسيا والهند كل على حدة، والتي نصحت مواطنيها أيضا بعدم السفر إلى إسرائيل أو إيران. من ناحيتها دعت الخارجية البريطانية مواطنيها لمغادرة إسرائيل إذا لم تكن إقامتهم هناك ضرورية بحسب بيان رسمي. من جانبها نقلت مجلة بوليتيكو الأمريكية تقديرات استخباراتية وصلت لإدارة الرئيس جو بايدن تفيد بأن الرد الإيراني سيكون خلال الأيام الثلاثة القادمة، وأن إيران تريد توجيه ضربة انتقامية كبيرة لإسرائيل دون إشعال حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد. كما أضافت بوليتيكو أن الولايات المتحدة تتوقع استخدام إيران مجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ والتي يمكن أن تأتي من إيران نفسها أو وكلائها في المنطقة مثل حزب الله اللبناني. انخرط الوزير بلينكن في الجهود الدبلوماسية على مدار 24 ساعة الماضية من خلال سلسلة من المكالمات مع نظرائه التركي والصيني والسعودي لتوضيح أن التصعيد ليس في مصلحة أحد، وينبغي للدول أن تحث إيران على عدم التصعيد. رجح مسؤول أمريكي كبير في مقابلة مع الحدث أن تستعمل ميليشيات إيران صواريخ باليستية وعابرة ومسيرات في أي رد على إسرائيل عقب استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، واستبعد استخدام إيران رؤوس أسلحة كيميائية على صواريخ عابرة أو باليستية. المسؤول الأمريكي الكبير أكد للحدث أن أي استخدام لتلك الأسلحة ضد إسرائيل سيعتبر تصعيدا، كاشفا أن إيران كدست الآلاف من هذه الأسلحة وطورتها على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وقد سلمت الكثير منها لتنظيمات تابعة لها في لبنان وسوريا والعراق واليمن. المسؤول الأمريكي الكبير الذي شدد على وجوب ألا تمس طهران مصالح الأمريكيين لعدم علاقة الولايات المتحدة باستهداف القنصلية قال إن واشنطن أبلغت طهران بوضوح بعدم استهداف الأمريكيين في ردها، مؤكدا أن أي استهداف لجنود أو قواعد أو مصالح أمريكية سيعتبر تصعيدا يستحق الرد.